عمن بعد صراع طويل مع المرض، يعني شاء القدر أن يرحل عن هذه الحياة قبل أن يرحل للعلاج للسفر، حيث كانت متواجدة زوجته والفنان القدير مصطفى هيمون بالسفارة البلجيكية من أجل إتمام أوراق سفره إلى بلجيكا يوم غد، ولكن للأسف يغادرنا الفنان القدير حازم. إذن سيدة خالدية، نحن جدا متأسفون، عظم الله أجركم، يعني الجزائر والأسرة الفنية وكل الجمهور الجزائري يفقد الفنان القدير محمد حازم. يعني الكلمات، يعني لا نجد الكلمات للتعبير عن هذه الخسارة الفنية التي تعيشونها وتعيشها الجزائر اليوم. أجرنا وأجركم عند الله، 8 شهور وانا حدا جي با بوجي، نهار اللي بوجي عندك زعما جايه فرحانه ندير لها الفيزا وغدوه نديه لفرنسا ويريح ويولي كيما كان، والحمد لله هذا امر ربي، الحمد لله، انا لله وانا اللي راجعون، يا ربي الحمد وكل الشكر هو اللي بغى. عظم الله اجركم، ان شاء الله ربي يرحمه. يعني الفنان القدير حازم كان يعاني لاشهر وهو في فراش المرض، يعني وغدا كان من المفروض انه يسافر للعلاج في بلجيكا. كيفاش كانت الحاله الصحيه، الاطباء واش قالوا؟ يعني عنده القلب اللي فاتيكي، كان خاصه باش يديروا له قلب واحد اخر، زعما رسلوني لبلجيكا باش بلونطاسيون تاع نوتر كور، الى الى في لو كور تري فاتيكي، مسكين لا شاء الله غالب، معايا يعالج، معايا دار بيس والو، دار مونو بيس، دار تخوا بيس تاع تخوا شومب والو، توجور سي إلي فاتيكي، توجور عيان، توجور كيف كيف. نعم الحمد لله. الحمد. سيدة خالدية، كنت رفيقة مشواره الفني، رفيقة مشواره في الحياة، يعني حسينا يعني حول من 2004 ملي طاح مريض وأنا معاه في السبيطارات، وأنا كل يوم معاه، والحمد لله هو شحال من خطرة يقول لك أنا مرتي جامي الماكيتي، الحمد لله. وهذه الخطرة عندك ما في راه معاه، وبالتالي ما كنتش معاه، هذه اللي غادتني كي ما كنتش حداه. معليش، ان شاء الله ربي يصبركم ويصبر كل الفنانين وكل محبي الفنان القدير. يعني كنت معاه، واش قال لك اخر كلام؟ هل بلغ لك ربما رسالة كي كنت قبل ما تجي للجزائر؟ قال لي تهلي في ولادي، وقال لي دفنيني في وهران، وكي قلت له اني غاديه وجلوي كارزيا قال لي بول، قلت له محمد اني غاديه، ما بغاش، قال لي بغيت تروحي وتخليني تسمحي فيا. ان شاء الله ربي يصبرك ويصبر كاع الناس اللي تحبوه على فراقه. الان ايضا متواجد معي الفنان القدير مصطفى هيمون، نقول رفيق في الحياه، رفيق ايضا اكثر من اخ بسلسله بلا حدود والكثير من الاعمال الفنيه جمعتكم، والان ايضا كنت متواجد رفقه الزوجه تاعو من اجل اتمام اوراق السفر الى بلجيكا. مصطفى حدثنا. رخان عندنا رونديفو دروك في القنصله تاع البلجيك باه نرفدوا لي فيزا تاعه وتاع المراه تاعه، كانوا دايرين غدوة إن شاء الله باه يروح للخارج، وربي ما كتبش، ربي ما كتبش. دقيقة تالية رانا من 3 تاع الصباح رانا نرقد لا والو، وجايين نجرو هكا باه نجيبوا الفيزا، ودايرين باه غدوة إن شاء الله باللي وباه يروح إن شاء الله للخارج، والله غالب، الله غالب، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه ويرحم موتانا وموتى المسلمين اكيد في هذه الايام المباركه. يعني حدثنا مصطفى، جمعتكم العديد من الاعمال اشهرها سلسله بلا حدود واعمال كثيره، يعني حدثنا كيفاش كنت الصديق الاقرب لحازم؟ كنا حازم وانا وحامد كنا والله لا نتقلقوا بان نخدموا، كنا نخدموا هذاك الوقت وقت فات، كنا نخدموا نتقلقوا وحنا نضحكوا قدام لا نلعبوا، نضحكوا، وهذه هي الدنيا، هذه هي والله العظيم لا خلعنا، والله العظيم راك تشوف المرأة تاعها مسكينة ما بقى فيها والو والله، وأنا جاي مع طريق وأنا نصبر فيها وصاي الحاجة غدا إن شاء الله غادي يقلع ومنه ويريح وغادي يجي ومنه، وأنا نصبر، دقيقة تالية صاي رانا عند الباب تاع الكونسيلا باغيين ندخلوا، عيطونا قال لك حازم توفى الله يرحمه والله يدخل على جوارينه بالرحمة، وندير هذا النداء إن شاء الله غدا إن شاء الله رانا دايرين تفينا مول العصر إن شاء الله، وتفينا في وهرن مقبرة عين بيضاء، عين البيضاء راك تشوف رانا لا رغاد لا والو، راني دروك رايح على الله.
غادي ان شاء الله بربي ان شاء الله كي نوصلوا تما غادي عاد باه نشوف واش كاين واش نديروا واش ما نديروش ان شاء الله. طريق السلامه مصطفى. اذا مصطفى كما قلت انك كنت صديق جد مقرب من الراحل حازم، كيفاش كانت ربما اخر ايامكم معا، ذكرياتك مع الفنان؟ انا هاد الخطره دخلت عليه في رمضان، ايام توالت على رمضان دخلت عليه وقعدت ندعي له في ربي وخش في غيبوبه مسكين. شولا من سلمت عليه قلت له حيا حازم خويا ربي شافيك وخش، وجيت رايح طلع يده طلع يده قالت لي الحاجه مرتاح، قالت لي راهي عيط لك، قالت لك قال لك اقعد معايا. زدت قعدت معاه شحال وانا حازم خويا ونهضر له في ودني حازم خويا ومنا سماح ومنا قلت له غادي تريح ان شاء الله وراك غايه في وجهك. عندي ندير له في الكوراج مسكين صاير راك مريح وراهم هضروا معنا طبا وقال لك صاير راك خم لي كنت حاول. هذا هو المكتوب الله، بعد الانسان ما يهربش من هذه والدنيا قاعده تموت. والله يرحمها مسكين الله يوسع عليه وسفره مسكين سفره. هذه لوبيراسيون يمشي هذه عندها عامين ولا اللي بدا يدير لوبيراسيون مسكين راه من 82 بداها بالمره راه مسكين يدير دار لوبيراسيون خيطوه وعاود زاد طرد قتلاه عاود خيطوه عاود زاد طرد قتلاه خيطوه تما قاعد يسوفر مسكين. قلتو في الكور تاعه كاع مخلع منا محلول منا محلول منا محلول منا محلول. هذا صوالح ربي، هذا صوالح ربي والحمد لله يا ربي الحمد لله. الله يصبر في عمته ان شاء الله، الله يبدل محبتهم بالصبر ان شاء الله. وكما يقول لك الله يرحمه هذا ما نعاونو نعاونوه هي بالرحمه. ودروك حاجه اللي زعما عيطوا لي بالعسكر قالوا لي قول لولاده، عيط لي الطبيبه قال لي قول لولاده قول لهم بلي حازم مات يضحك. دروك قلتها للجوزه تاعه ولولاده قال لي قولها لولاده هذه امانه. قال لي خاطش حتى واحد ما حضر الله غالب على بالك في النهار على بالك هذا عسكر كاينه ديسيبلين كاينه منا كاينه منا في زيت مع الحشيه وكلش. قال لي هذه امانه قول لولاده بلي حازم مات يضحك مات يضحك. رانا في العشاور كما يقول لك مباركة أكيد من أهل الجنة إن شاء الله ربي يرحمه ويصبركم ويصبرك محبي والعائلة التاء والعائلة الفنية التي ستشتاق لهذا الفنان القدير. أذكركم مشاهدنا أن الفنان القدير محمد حازم توفي ثالث أيام عيد الفطر المبارك عن عمر يناهز 70 عاما وهو متواجد بالمستشفى أين كان من المفروض أن يذهب للعلاج إلى بلجيكا صباح يوم غد، ولكن للأسف شاء القدر أن يأخذه عنا اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك. نعود إليك مصطفى، يعني حازم كان فنان يحبوه الجمهور الجزائري، عرفوه من خلال سلسلة بلا حدود معاك ومع حميد الخارج في بارتو بارتو في الماريكان في فرنسا وين كاين العرب تاع المغاربة يبغوا هذا بلا حدود يبغوا يبغونا يبغونا وحنا نخرجوا برا ونشوفوا الحمد لله يا ربي. دروك هي 10 تاع الناس يقولوا الله يرحمها راه من اهل الجنه ان شاء الله يا ربي يا الوالدين. وهذه كما يقول لك وحنا الشعب هو اللي رحم علينا، ثانيك السلطه عاونتنا العسكر ثانيك عاونونا داروا لنا فوق رصاننا والله لا داروا فوق رصانهم ما صابوش وين يحطونا. اي تهضر يقول لك هايله وينا اي تهضر هايله وينا واحد يهضر هذا شهاده الحق كما يقول لك والله لقاموا بينا. واليوم الثاني روحنا باه نجيبوا لي فيزا وجدونا الدوسي تاعنا وجدونا منا يعني ما صابوش وين يحطونا. هيا دقيقه تاليه من وصلنا عند الباب تاع القنصلة قال لك حازم توفى. أكيد ألف رحمة على روح الفنان القدير محمد حازم. أذكركم مشاهدنا أن الفنان سيتم دفنه يوم غد إن شاء الله بوهران مسقط رأسه لكل العائلة الفنية وكل أصدقائه وكل شخص يريد أن يحضر الجنازة. إذا مشاهدينا الكرام عودة إليك يا زهور. شكرا لك صفا من أسهل، عظم الله أجر العائلة وعظم الله أجر كل جزائري لأنه فقيد.